المقابله كانت مناسب ديالنا قدرنا نتفوقوا في هذه المقابله الحمد لله. غادي نزيدو نخدموا ان شاء الله باش نفرحوا الجمهور ديالنا وكنا نتمنوا يكونوا معنا اليوم باش يفرحوا حتى هما يستاهلوا حتى هما يكونوا في هذا لو ديربي هذا باش يفرحوا حتى هما اكثر ونتمنوا ان شاء الله القادم ايام ان شاء الله في الماتشات الاخرين ان شاء الله يحققوا انتصارات باش باقي لنا الخدمه ان شاء الله باش نزيدوا القدام. اللاعبين شفناهم داخلين بطاقه جديده لهذه المباراه ضروري احنا راه باقي لنا دابا البطوله كاس العرش ما لازمش علينا بالغلا خصنا دابا نخدموا ان شاء الله باش نحققوا المبتغى في اخر الدورات ديال البطوله. كنشوفوا اللاعبين دخلوا بطاقه جديده لهذه المباراه واش بسبب تغيير المكتب ولا بسبب المنحه الدسمه اللي خاصها الرئيس؟ شوفوا المنحه ما كانتش السبب الرئيسي باش نربحوا المباراه باش تعرف السبب الرئيسي الاول هو بغينا نرجعوا الثقه ديال الجمهور ديالنا الله يحفظك هذا هو الاهم ما الفلوس يمشيو يجيو هادشي اللي كاين ان شاء الله حركات جماهير الرجاء خمس دورات الاخيره خمس دورات الاخيره راه قلت لك لازم علينا غير العمل ان شاء الله باش نحققوا انتصارات الماتش الجايين حيت المقابلات اللي جايين راه ماشي ساهلين الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله حركات رئيس جديد اليوم يعني موتيفاسيون جديده واش هادشي خلاكم يعني انكم تكونوا هو ضروري الحمد لله مع المجيء ديال الرئيس الجديد قدرنا اننا نهديو هذا الانتصار هذا باش يدخل في الاجواء ديال الرئاسه بشكل جيد شكرا.